خطاب صاحب الجلالة في هذه الدورة الخريفية التي هي التي تأتي في ظرف استثنائي وبأفاق استثنائية، ركز على محاور أساسية كبرى، خاصة إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال خلق صندوق محمد السادس للاستثمار وضع 15 مليار درهم في هذا الصندوق، وكذلك إصلاح القطاع العام وإصلاح الوظيفة العمومية من خلال إصلاح قانون التعيين في المناصب السامية، وكذلك إصلاح القطاع الفلاحي وتحريك القطاع الفلاحي بنظرة جديدة. والجانب الاجتماعي بطبيعة الحال ركز صاحب جلالة الحماية الاجتماعية بتفرعاتها الأربعة، سواء التغطية الصحية أو التقاعد أو التعويض عن فقدان الشغل أو التعويضات العائلية، وبالتالي هي مرتكزات كبرى لمغرب اليوم لنخرج من هذه الوضعية ونخلق القيمة المضافة في بلدنا. وما علينا كبرلمانيين وكحكومة إلا أن نجتهد لأجل الوصول إلى الأهداف المتوخاة. طب الملكي في هذه الفترة هذه بالضبط كان يعني وضع يده على الجرح، الآن تفصلون سنة على الانتخابات التشريعية، بمعنى هذه سنة ديال التعبئة الشاملة ديال مختلف المؤسسات الوطنية لمعالجة وتخفيف الآثار ديال الاجتماعية والاقتصادية والنفسية ديال هذه الجائحة هذه اللي جات على المغرب وعلى العالم. كاين الآن دعوة إلى إنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار، وهذه فكرة من شأنها أن تخفف من هذه الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني. الخطاب ديال جلالة الملك الله ينصره كان فيه خريطة الطريق حول السنة المقبلة والسنوات في الحقيقة المقبلة، لأنه كان فيه تصور كبير، لأن جلالة الملك الله ينصره تكلم على الإحداث ديال الصندوق ديال محمد السادس، وتكلم على أموال مهمة وكبيرة ضخت في هذا الصندوق، كذلك تكلم على الفلاحة والقطاع الفلاحي والاهتمام بالعالم القروي، تكلم يعني على المقاولة الصغرى والمتوسطة اللي خاص الحكومة وخاص المسؤولين يهتموا بها. احنا كبرلمانيين عندنا دور مهم في التشريع، وحنا الدور ديالنا غيكون تنسيق تام مع الحكومة وكبرلمان باش نيسروا ونسهلوا المأمورية باش نتعاونوا، لأن كما قال جلالة الملك حنا مطالبين الآن باش نديروا اليد في اليد من أجل النجاح الجماعي، لأن البلاد يا إما غننجحوا جميع وغنقدوا بلادنا وغنكونوا عبرة غنكونوا مثل يعني المجموعة ديال المتربصين والخصوم بالوطن العزيز، يا إما غنكونوا مسؤولين على أي عطرة من العطرات اللي ممكن توقع. ولهذا مطالبين وتنوجه نداء يعني للجميع الغيورين أنه نكونوا في المستوى اللحظة ومستوى المطلوب باش نكونوا وراء جلالة الملك من أجل يعني الرفع بالتحدي ديال هاد الجائحة وهاد الظروف الاستثنائية. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.